نرحب بكم عبر منصة دمشق التربوية، ونقدم لكم اليوم درس الأعداد العادية ومعلم المستوى. بداية ننطلق من انطلاق الأنشطة لتكون لدينا شبكة الإحداثيات الآتية. تعرفت سابقا على شبكة الإحداثيات. في هذه الشبكة في الجدول الآتي في كل سطر إجابة واحدة صحيحة أشر إليه. أولا المحور الأفقي هو OX، هذا نسميه المحور الأفقي، نسميه OX. أما المحور الشاقولي فهو OY. إحداثياتا النقطة M، لاحظ النقطة M، إحداثياها 3 2، إذن إحداثيا النقطة M هي 3 2. تعلم المحور الأفقي والمحور الشاقولي هما مستقيما أعداد متعامدان يتقاطعان في نقطة هي مبدأ الإحداثية. لاحظ الآن المحور الأفقي، هذا المحور الأفقي يقسم المستوي إلى قسمين، قسم فوق المحور وقسم تحت المحور، ثم محور شاقولي عمودي على هذا المحور، فينقسم المستوي إلى 4 أرباع، الربع الأول الثاني والثالث والرابع. الآن هذان المحوران متعامدان يساعداننا على تحديد نقاط في هذا المستوى. النقطة O هي مبدأ المعلم وهي نقطة تقاطع هذين المحورين. نسمي المحور الأفقي محور الفواصل ونرمزه OX، ونسمي المحور الشاقولي محور التراتيب ونرمزه OY. لاحظ OY. محورا الفواصل والتراتيب المتعامدان يشكلان معلم المستوي ويسمى مستوي الإحداثيات أيضا، ونسمي نقطة تقاطعهما مبدأ الإحداثيات ونرمزها بالرمز O. الآن يقسم المحوران المستوي إلى 4 أرباع، الربع الأول، لاحظ في الربع الأول إحداثيتا النقطة موجبان، والربع الثاني إحداثية على محور الفواصل سالبة والإحداثية على محور التراتيب موجبة. في الربع الثالث الإحداثيتان سالبتان، وفي الربع الرابع إحداثيات النقاط على محور الفواصل موجبة بينما على محور التراتيب سالبة. إذا الربع الأول نمشي عكس دوران عقارب الساعة، الربع الأول ثم الثاني ثم الثالث وأخيرا الرابع. لكل نقطة من المستوي إحداثيتان أي عددان عاديان. الإحداثية X تقع على محور الفواصل وتسمى فاصلة النقطة، والإحداثية Y تقع على محور التراتيب وتسمى ترتيب النقطة. لاحظ النقطة M الإحداثية الأولى X على محور الفواصل، والإحداثية الثانية Y على محور التراتيب، ونكتب M X Y. نبدأ دائما من اليسار بالإحداثية الأولى على محور الفواصل. مثال نتأمل الآن معلم المستوي الآتي، تأمل معلم المستوي الآتي وعين إحداثيات كل نقطة. لاحظ الآن المعلم، لدينا معلم مرسوم هنا ولدينا مجموعة من النقاط، نقطة M، نقطة N، نقطة K، ونقطة G، ونقطة H، ونقطة F. علينا الآن تحديد إحداثيتا كل نقطة من هذه النقاط. نبدأ أولا بالنقطة M. لاحظ من النقطة M ننزل عمود على محور الفواصل، يتقاطع هذا العمود مع محور الفواصل في النقطة التي فاصلتها 5، إذا M فاصلتها 5. وننزل من النقطة M عمودا على محور التراتيب، يتقاطع مع محور التراتيب عند العدد 5، فالنقطة M إحداثياها هما 5 5، إذا 5 على محور الفواصل و5 على محور التراتيب. ننتقل إلى النقطة N، نرسم أولا عمودا على محور فواصل يتقاطع مع محور فواصل في النقطة -4 0، إذا فاصلة النقطة N هي -4. ومن N نرسم عمودا على محور التراتيب يتقاطع مع محور التراتيب في النقطة طبعا 0 6، إذا ترتيب النقطة N هي 6. إذا النقطة N إحداثياها -4 6، لاحظ هي في الربع الثاني. الآن النقطة F، نرسم من F عمودا على محور الفواصل، لاحظ يتقاطع معه عند العدد -3،
إذا فاصلت النقطة F هي ناقص 3، ونرسم عمودا من F على محور الثلاثي بتقاطع معه عند ناقص 3. إذا النقطة F إحداثياها هما ناقص 4 ناقص 3 ناقص 3، وهي نقطة موجودة في الربع الثالث. الآن النقطة G، إحداثياتها النقطة G نرسم من G عمودا على محور الفواصل يتقاطع عند السبعة، ونرسم من G عمودا على محور التراتيب يتقاطع مع محور التراتيب في النقطة التي ترتيبها ناقص 2. إذا إحداثياتها النقطة G هي 7 ناقص 2. الآن النقطة K، لاحظ النقطة K تقع على محور الفواصل. إذا أسقطنا من K عمودا على محور التراتيب فيتقاطع معه في مبدأ الإحداثية. إذا وعلى محور الفواصل 4. إذا إحداثياتا النقطة K هي 4 0. إذا أي نقطة تقع على محور فواصل فإن ترتيبها 0. الآن النقطة H، لاحظ النقطة H لو أسقطنا عمودا من H على محور الفواصل تقاطع عند مبدأ الإحداثيات، بينما ترتيب النقطة H هو ناقص 4. إذا إحداثياتا H هي 0 ناقص 4. لاحظ أي نقطة على محور التراتيب فاصلتها 0. لنأخذ الآن النقطة أو مبدأ الإحداثيات إحداثياها 0 0. لنأخذ الآن مثال آخر. في معلم المستوي عين النقاط الآتية. إذا أنا الآن أخذنا مجموعة من النقاط نريد تعيينها في معلم المستوي. نبدأ بالنقطة أولا برسم معلم المستوي مع التدريجات المناسبة. لنبدأ بالنقطة A. النقطة A فاصلتها 1 وترتيبها 3. على محور الفواصل عند النقطة التي فاصلتها 1 نرسم عمودا على محور الفواصل. لاحظ 1 ثم نرسم عمودا على محور الفواصل. وعلى محور التراتيب عند النقطة التي ترتيبها 3 نرسم عمودا على محور التراتيب. يتقاطع هذان المستقيمان في هذه النقطة. هذه النقطة هي النقطة A المطلوبة. الآن النقطة B. نقطة B إحداثياها 4 ناقص 3. على محور فاصل عند النقطة التي فاصلتها 4 نرسم عمودا على محور فاصل. وعلى محور التراتيب عند النقطة التي ترتيبها ناقص 3 نرسم أيضا عمودا عليه. يتقاطع هذان المستقيمان في النقطة B المطلوبة. النقطة C ناقص 2 5. على محور فاصل عند النقطة التي فاصلتها ناقص 2 نرسم عمودا. وعلى محور التراتيب عند النقطة التي ترتيبها 5 أيضا نرسم عمودا. يتقاطع هذان المستقيمان في النقطة C المطلوبة. إذا هذه النقطة C، نضع هنا إشارة ونسمي النقطة. النقطة D 0 5، لاحظ فاصلتها 0 وترتيبها ناقص 5، إذا تقع على محور التراتيب. على محور التراتيب عند النقطة التي ترتيبها ناقص 5 نعين النقطة دي. إذا النقطة دي هنا عند النقطة التي ترتيبها ناقص 5، هذه النقطة دي. النقطة E 0 3 0، على محور فواصل 3 وعلى محور التراتيب 0، إذا هي تقع على محور الفواصل، وهذه هي النقطة E المطلوبة. هذه هي النقطة E المطلوبة. أخيرا نشكر لكم حسن المتابعة.